يعني او الكابلز لي كوبل في المجال الفني المصري اللي نجحوا، وكنشوفوا ايضا انه كثير ما نجحوش. شنو سر نجاح العلاقه الزوجيه ديالك فتحي؟ لا ده ملوش علاقه بالمجال، ده ليه علاقه هي ملوش علاقه بمجال الفن، لانه يعني ده ممكن يحصل في اي مجال، بس هي الفكره في التفاهم، الفكره في انه ما تبقاش يعني في ستيريوتايب كده عن اي علاقه في الدنيا، يعني في تصور مسبق عن اي علاقه في الدنيا. التصور المسبق ده ده احيانا بيكون مشكله كبيره في الجواز، انه انا ابقى متصور الصوره اللي هي يعني خصوصا للشباب اللي هو المقبل يعني، او الشابات المقبلات على التكوين المؤسسه الاجتماعيه، يعني بيبقى في الواقع قد يكون احيانا اجمل من التصور اللي موجود. الواقع بكل مشاكله وصعابه ومعوقاته وعراقيله وواقعيته وكل ده ممكن يبقى احسن، بس الصوره المسبقه دي اللي بتبقى بتحط مخ الشخص في قالب، ما بيلاقي ان الواقع مختلف على طول، ما او على طول هي بترجع على طول بتلاقي انه لا هي مش قادره، هي مش ده اللي كانت متصوراه. يعني اليوم شنو تقول لعبير وحنا مباشره على راديو اصوات؟ عندنا هذا العاده، يعني ما كنبحثوا على بعض التصريحات او كلمات الاعتراف. اليوم شنو تقول لصديقتك واللي هي زوجتك عبير لطفي؟ اولا اقول لها تصحى من النوم دلوقتي عشان انا سايبها نايمه في الاوتيل، و عبير فيقي من الناس اول حاجه. دي اول حاجه. ثاني حاجه بتمنى لها التوفيق في المهرجان اللي هي مهرجان الإيزيس الدولي لمسرح المرأة، اللي هو اول دوره ليه السنه دي، هي بتترأس المهرجان ده، وبشوف قد ايه هي تعبانه فيه وبتحضر بقالها تقريبا سنه للمهرجان، واتمنى انه يكلل جهدها بالنجاح يعني ان شاء الله باذن الله. جبلي الله صعيب تعطي كلمه في حق عبير، لانه ما بغيتيش تنفتح على هذا الموضوع. لا ما انا قلت كل الكلام ده. يلا ولا قلتي لها شي تصريح زوين، شي كلمه شي زوين، شي كلمة. الله يخليها لك فتحي، الله يخلي لك عبير. عمر ابنك اللي عنده اليوم تبارك الله، انا شفته في التصويره، فاتك في الطول ياك؟ طول منك. ايوه. اليوم الابن ديالك شنو المجال اللي كيميل له؟ هو بطل مصر في الفروسية، وهو بيدرس دلوقتي تصوير سينمائي في كلية علوم السينما. يعني هو في المجال غيبقى معاكم في المجال؟ هذا كان اختياره؟ ده كان اختياره، بس هو بيميل أكتر لدراسة الخيل، فأعتقد أنه هو هيخلص ده وينقل على الدراسة الثانية اللي هي الخيل الفروسية. ليكيتاسيون فروسية. هو بطل مصر في الفروسية؟ صحيح. برافو برافو برافو، شوف العينين كتلمع ما شاء الله. انت فخور بعمر؟ طبعا فخور بي. طبعا. عندك دعوة كتقولها لابنك ملي كيكون خارج في الصباح من البيت؟ اتمنى له ان هو يكون احسن مني مليون مرة. انت اش من نوع الاباء اللي كيخافوا لما كيغيب الابن، ولا انت كتخليه يمشي يكتشف العالم والدنيا؟ انا كنت الاول كده، ببقى عامل زي المجنون لو اتاخر او بتاع او كده، بس شفت انه خلاص هو كبر ولازم ياخد تجربته في الحياه، ولازم يكون خبرات وتجارب وعلاقات وناس ومعارف وكل حاجه. الله يخلي لك عمر. الله يخليكي.